السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم الفنية، قناة كوكب الفن، لكي تستمتع طبعا بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير. قبل ما نبدأ الفيديو دينا خليكم مع هذا الإشهار ونرجو إن شاء الله بعد الفاصل. قيصرية حوم الحداد بمدينة طنجة. موقع استراتيجي لكل أنواع التجارة. محلات بأثمنة جد مناسبة وعروض مغرية لكل من يهمه الأمر. مساحات مختلفة ومحلات بجودة عالية وتجهيزات حديثة بعين المكان. ثمن الكراء ابتداء من 4000 درهم وستة أشهر بنسبة 50% مستفادة. مزيد من المعلومات المرجو الاتصال على الأرقام التالية. بالصور العبديوي يواصل إبداعه، وهذه المرة بكليب سعد المجرد سلام. أبدع المخرج عبد الرفيع العبديوي في إخراج الكليب الجديد للفنان المغربي سعد المجرد بعنوان سلام، الذي تم طرحه عبر موقع رفع الفيديوهات يوتيوب. وأبان العبديوي عن إبداع كبير في إخراج الكليب بشكل غير مسبوق ومختلف جدا عن باقي الكليبات الكلاسيكية التي يخرجها، حيث ظل التميز عنوانا جديدا للكليب الجديد. وبدأ العبديوي الترتيب للعمل الجديد منذ الشهر بفرنسا، حيث تم تصويره في مراكش بعد ذلك عندما كان سعد المجرد بالمغرب، حيث استغرق تصوير الكليب 4 أيام من التصوير متتالية. ويظهر من خلال الكليب أنه مميز وغير مسبوق، يحمل لمسة أمازيغية عصرية، وأعطى للثقافة المغربية عامة والأمازيغية خاصة صبغة عالمية، وإظهار الفولكلور بطريقة مدهشة يمكن لجميع الجنسيات أن يفهموا طياته، حيث تم تصوير الكليب بنواحي مدينة مراكش. هذا الكليب يعتبر جديدا على مستوى تصوير الكليبات العربية، حيث كانت فيه لمسة إبداعية واحترافية حملت في طياتها صورا متنوعة لعمل فني جمع بين الموسيقى والسينما بطرق جد متطورة. ويعتبر هذا العمل الثالث للعبديوي مع سعد المجرد، حيث سبق أن اشتغل معه في كليب المعلم وكليب غلطانة، فضلا على أنه كان مبدع كليب ديلبر من طاقم هندي، وتعامل مع نورة فتحي في تايلاند، وتجربة أخرى رائعة مع الفنانة بلقيس، حيث حاول طيلة اشتغاله في هذه الأعمال التسويق للثقافة المغربية والتراث المغربي الأصيل، وإعطاء ذات صبغة عالمية باستعمال تقنيات كبيرة جدا استعملت لأول مرة في العالم العربي. مغاربة الفيسبوك يتساءلون شكون هو رجل لطيف رأفت. خليكم على التفاصيل.
بعد أسابيع قليلة فقط من وضعها لمولودتها الأولى، اختارت الفنانة لطيفة رأفت البالغة من العمر 54 سنة الاحتفال بعقيقة ابنتها ألماس، ما دفع بالعديد من النشطاء إلى التفاعل بكثافة، حيث تساءل العديد منهم عن السر وراء غياب زوج صاحبة أغنية خي، في حين استفسر آخرون عن هوية الزوج وعن جنسيته. العديد من الفيسبوكيين أشاروا إلى أن زوج لطيفة رأفت قد يكون رجل أعمال خليجي، في حين شدد آخرون على أن الفنانة عليها حسم هذا الجدل والكشف عن هوية الزوج والد طفلتها ألماس، والتي وضعتها بعد سنوات طويلة من الانتظار. ومن جهة أخرى، حاول البعض التطرق إلى الطريقة التي من المحتمل أن تكون لطيفة رأفت قد استعانت بها من أجل تحقيق حلم الأمومة، موضحين بأن هناك طريقة طبية تتمثل في زرع البويضة والتلقيح، وهو ما يمكن المرأة بالرغم من بلوغها سن اليأس حمل جنين بأحشائها، بناء على قيام نساء تجاوزن سن 50 وحتى 60 بوضع مواليد بعد عملية زرع البويضة والتلقيح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن المتابعين الكرام، ودائما سنوافيكم بكل ما هو جديد عبر قناتكم قناة كوكب الفن. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.